السادة المشاهدون الأكارم، أسعد الله أوقاتكم كل خير، نجدد التحية لكم من هنا من العاصمة القطرية الدوحة، وندعوكم إلى الحلقة الأولى من برنامجكم الأسبوعي عين على قطر في العام 2014. نتمنى من خلال هذا البرنامج أن نقدم كل ما هو مفيد ويغني ثقافتكم الاقتصادية. طبعا هذه الحلقة وكما جرت العادة في حلقات سابقة نبدأها بهذا الشريط الإخباري القصير. حصلت الدوحة للتأمين على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ 257 مليون و400 ألف ريال قطري إلى 500 مليون ريال قطري، وذلك من خلال طرح عدد 24 مليون و200 ألف سهم إضافي للاكتتاب بواقع 18 ريالا قطريا للسهم الواحد، منها 10 ريالات كقيمة اسمية للسهم زائد مبلغ 8 ريالات كعلاوة إصدار. نمت تعاملات القطاع العقاري خلال شهر ديسمبر من العام 2013 بنسبة 3.5% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2012، حيث بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر ديسمبر نحو 3 مليارات ريال، وتم تداول 5.7 ملايين قدم مربعة من الأراضي بقيمة ملياري ريال، ما أدى لارتفاع مؤشر العقار لأسعار الأراضي إلى 19%. وافق مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلي على إتمام صفقة شراء كامل حصة مجموعة سوسيتي جنرال في رأس مال شركة NSGB لتأمينات الحياة بسعر إجمالي قدره 8.3 ملايين بواقع 18 دولار و40 سنتا للسهم الواحد. توقع محللون ماليون ارتفاع أرباح مجموعة بنك قطر الوطني إلى 10.2 مليارات ريال قطري مقابل توقعات السوق البالغة 9.960 مليون ريال، ومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة المجموعة نتائج الأعمال عن العام 2013 في 14 من يناير كانون الثاني الجاري. وكانت أرباح البنك خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري قد قفزت بنسبة 14% إلى 7.2 مليارات ريال مقابل 6.2 مليارات ريال خلال الفترة ذاتها من العام 2012. الحدث الأبرز والأهم على الساحة القطرية خلال هذه الأيام هو الاكتتاب في شركة مساعيد للبتروكيماويات القابضة. هذا الاكتتاب الذي بدأ في 31 من شهر ديسمبر من العام الماضي ويستمر حتى 21 من شهر يناير الجاري، ويتم التخصيص في 30 من الشهر الجاري أي يناير كانون الثاني. طبعا هذا الاكتتاب كما أشرنا يستأثر على اهتمام الجميع، كان هناك إقبال قوي على الاكتتاب في أسهم هذه الشركة، والمخصص نحو 26% من رأس مالها للمواطنين القطريين. طبعا الشريحة الأوسع التي اتجهت تجاه الاكتتاب هم من متوسطي الدخل والطبقة المتوسطة في دولة قطر. كما علمنا وطبعا يعني من الجميع بأنه سعر سهم الشركة هو 10 ريالات مضاف إليها 20 درهم كخدمات اكتتاب. طبعا اللافت في هذا الاكتتاب بأنه يأتي بعد 4 أعوام من الصيام في الاكتتابات الأولية في السوق القطري، وبالتالي هذه الشركة سوف تكون مقدمة لشركات أخرى في قطاع الطاقة سوف ترى النور وتجد نفسها في الطريق باتجاه بورصة قطر خلال السنوات العشر المقبلة بقيمة تقارب 50 مليار ريال قطري. مشهد الاكتتابات الأولية يعود إلى الواجهة القطرية بعد نحو 4 سنوات من الغياب من نافذة شركة مساعيد للبتروكيماويات القابضة في اليوم الأخير من العام 2013 للاكتتاب في نحو 26% من رأس مال الشركة البالغ 12 مليار ريال قطري بسعر 10 ريالات للسهم الواحد، مدعوما بتمويل من 12 مؤسسة مالية بنسبة 65% من قيمة الاكتتاب لغاية 21 من يناير 2014 قبل أن تقوم برد الفائض من الاكتتاب في 30 منه بعد التخصيص. عندنا فيه خدمة الاي اي بي او اللي هي على بتكون على الانترنت بانكينج اللي لنا في البنك احنا، فتسهل على العملاء
انه في اي وقت خلال 24 ساعه يقدر يكتتب الكترونيا عن طريق القناه. وبعد عندنا خدمه الصراف الالي ممكن انها تكون بعد مسانده او داعمه لنا احنا كبنك، ان على اساس نخفف الضغط على العملاء ونوسع لهم القنوات. المواطن القطري المدعو حكوميا للمشاركة في عملية التنمية وبناء الدولة وفقا لرؤيتها للعام 2030، ما تزال نظرة البعض منهم قاصرة لجهة أهداف الاكتتاب، بينما تنظر إليه الشريحة الأوسع على أنه رصيدها للمستقبل وشراكة بينها وبين الدولة في إطار العقد الاجتماعي الذي يربطهما، ما يجعل من أهداف الاكتتاب تتخطى مفهوم المكسب السريع المتأتي من بيع الأسهم فور إدراجها في البورصة إلى مفهوم الادخار والاستثمار. الدولة هنا وضعت سياسة الادخار بسياستها أن جعلت أنك لا تستطيع أن تبيع إلا 50%. البعض لا يفهم فكرة الدولة أو السلطة في هذا. الدولة تريدك أن تشارك وعملت لك تشجيع أنك أنت إذا احتفظت بنص الأسهم سوف تحصل على بعد 5 سنوات أسهم مجانية وبعد 10 سنوات أسهم مجانية، تشجيع أن تبقى في هذه الشركة ولا تخرج منها. احنا عارفين مزاياها وعارفين اسهمها وعارفين كل شيء فيها، فلذلك احنا سارعنا للاكتتاب. يعني الاكتتاب في مسعيد القابضة يرسم خارطة طريق لسقف الاكتتابات المقبلة في قطاع الطاقة، ويحدد ربما سقوفا لعدد الأسهم التي سيحصل عليها كل فرد من أسهم الاكتتاب، وكذلك التمويل المطلوب لإتمامه، وربما القيم السعرية التي سيتحرك ضمن هوامشها سهم الشركة بعد إدراجه في بورصة قطر منتصف فبراير المقبل. رغم المزايا التحفيزية لتشجيع المواطن القطري على الاستثمار والادخار طويل الأجل عبر هذا الاكتتاب، إلا أن بعض لا بأس به من المكتتبين يسعون وراء ربح سريع دون الالتفات إلى ماهية الشركة أو الاطلاع على بياناتها المالية. صلاح الدين مقراني، CNBC عربية، الدوحة. وزير المالية القطري علي شريف العمادي وفي مؤتمر صحفي خصصه لتوضيح بعض النقاط المتعلقة في الاكتتاب بشركة مسعيد للبتروكيماويات، أشار بداية في حديثه بأنه تم تقييم الشركة بأكثر من 16 مليار و700 مليون ريال قطري، ولكن بتوجيهات من أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد تم تخفيض هذا المبلغ إلى 12 مليار ريال قطري تقريبا لدعم المواطن القطري. أشار أيضا في مؤتمره الصحفي بأنه مؤسسة قطر وهيئة قطر للتقاعد والمعاشات سوف يكون لها حصة 2.5% تقريبا من رأس مال الشركة المكتتب به حاليا. أيضا أشار بأنه الشركة وفي يومها الأول في بورصة قطر سيكون سعر السهم معوم. تم الإشارة أيضا إلى قضية القُصر بأنه لا يحق لولي الأمر إلا التصرف ب 50% من تلك الأسهم، بينما يتم حماية تلك الأسهم ضمن نظام معين مع بورصة قطر، إضافة إلى قضايا أخرى نستعرضها في هذا اللقاء الذي كنت قد أجريته مع معالي وزير المالية القطري علي شريف العمادي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المؤتمر الصحفي اليوم هو لتسليط الضوء بشكل أوسع على شركة مسعيد القابضة. احنا ذكرنا في المؤتمر الصحفي الأولي عن عملية الاكتتاب، على أعتقد مهم جدا تسليط الضوء على التقييم الأساسي للشركة. طبعا التقييم كان المبدئي كان في حدود 16 مليار و700 مليون ريال قطري. كانت هناك توجيهات مباشرة من سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله بتخفيض هذه القيمة إلى حدود 12 مليار تقريبا، وهذا كله دعم أيضا للمواطن القطري، وبالتالي تم تقييم الشركة من 16 مليار و700 إلى أيضا 12 مليار. الخطوة الأخرى أيضا اللي أمر فيها سمو الأمير اللي هو أيضا وضع حوافز للمواطن القطري ليكون للاستثمار طويل الأجل، وبالتالي قامت الحكومة بوضع شريحة إضافية من الأسهم بحوالي نفس قيمة الأسهم اللي يكتتب فيها المساهم،
وهذا أيضا قيمتها بالقيمة العادلة تقريبا اليوم حدود 4 مليارات ريال قطري، وبالتالي كان هناك توجيه أن الحكومة تتنازل في حدود 6 مليارات ريال قطري من حصتها للمواطن القطري كقيمة إضافية للمواطن. الجديد الذي يحمله هذا الاكتتاب هو أمران، أول عنوان ثقافة الادخار والاستثمار، وكذلك أيضا الأمر الآخر الذي يتعلق به أن هذا الاكتتاب هو يشمل جميع شرائح المجتمع القطري وليس ربما استهدفه أو استطاع أن يستثمره البعض في اكتتابات سابقة. أعتقد التوجيهات اللي لدى الحكومة من سيدي سمو الأمير اللي هو الاستفادة القصوى للشعب والمواطن القطري بكافة فئاته وبالأخص الفئة المتوسطة، فكانت عملية الاكتتاب بوضع شريحة متكاملة. أيضا عملية التخصيص المرة هذه ابتعدنا عن النسبة والتناسب بحيث لا يستأثر كبار المستثمرين على عملية التخصيص، وقمنا ستكون عملية التخصيص بعملية الشرائح، وبالتالي ستكون الاستفادة القصوى لصغار المستثمرين. وأيضا قمنا بتحديد عدد 750 سهم كحد أدنى تضمنه الحكومة لكل مساهم إن شاء الله بالشركة. أعتقد أيضا يمكن الجانب المهم جدا في المؤتمر الصحفي اليوم، احنا ذكرنا على النتائج المالية المبدئية لشركة مسعيد. شركة مسعيد حققت والنشرة اللي طرحناها للمساهمين كانت تتكلم على نتائج 2012 كانت في حدود 1,600,000. احنا طبعا في بداية السنة الى الان الارقام اولية، ولكن لا استطيع التأكيد ان الارقام سنة 2013 تعتبر افضل من 2012. وأيضا هناك توجيه من سيدي سمو الأمير حفظه الله للحكومة أن المواطن القطري يستفيد من أرباح عام 2013، فأيضا الحكومة ستقوم إن شاء الله بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين في الشركة عن أرباح عام 2013، راح يكون هذا اعتبارا من سبتمبر، لأن الشركة من ناحية القانونية تم تأسيسها في سبتمبر 2013، وبالتالي المستثمرين اللي اكتتبوا في الشركة راح يحق لهم الحصول على أرباح شهر 9 و10 و11 و12، وإن شاء الله مجلس إدارة الشركة راح تعلن خلال شهر 3 أو شهر 4 بحد أقصى عن نسب هذه التوزيعات وتواريخ إن شاء الله. مؤتمر ومعرض دولي يتحدث عن قطاع السياحة في قطر، تستضيف العاصمة القطرية الدوحة منتصف فبراير المقبل. مؤتمر صحفي عقدته الهيئة العامة للسياحة مع شركائها في هذا المؤتمر. تم الحديث عن المشاركين في هذا المؤتمر، هم معظمهم من دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك أيضا وزارات وهيئات ومكاتب سياحة وسفر عالمية سوف تأتي إلى الدوحة للتعريف في المعروض والمنتج السياحي القطري واستراتيجية قطر الوطنية فيما يتعلق بقطاع السياحة، والنظر إلى قطاع السياحة ك مورد جديد ربما لدعم الميزانية العامة للدولة بأن يكون خيار اقتصادي للدولة. طبعا زميلي صلاح مقراني التقى مدير التطوير أو مدير التطوير الاستراتيجي في هيئة قطر للسياحة وتحدث له عن تفاصيل هذا المؤتمر وهذا المعرض وما الذي ينتظر المشاركين فيه. مؤتمر السياحة في عالم الغد بيوفر فرصة للسياحة في دولة قطر والضالعين في السياحة في دولة قطر للتعرف على أفضل الممارسات في قطاع السياحة والمشاركة الخبراء العالميين والمؤسسات العالمية آخر الممارسات في هذه الصناعة. صناعة المؤتمرات في دولة قطر عامة هي أحد المنتجات الرئيسية اللي تركز عليها استراتيجية السياحة الوطنية 2030، ولذلك زيادة عدد المؤتمرات عامة فيها مردود مباشر لدولة قطر، وزيادة عدد المؤتمرات المتخصصة في مجال السياحي لها مردود مباشر أيضا على العاملين والضالعين في قطاع السياحة. الاستراتيجية الوطنية في لقطاع السياحة في دولة قطر 2030 ركزت على 5 جوانب رئيسية. الجانب الأول تطوير صناعة السياحة في دولة قطر عن طريق إشراك أصحاب المصلحة من القطاعين الخاص والحكومي، وإشراك أيضا منظمات المجتمع المدني في تطوير هذه الصناعة. التطوير يتم عن طريق تطوير التشريعات، تطوير التنظيمات، وعن تطوير عدة مشاريع تابعة لهذا القطاع. الجانب الثاني اللي تركز عليه الاستراتيجية تطوير المنتج السياحي. فالمنتج كمنتج سياحي حاليا في حاجة للتطوير، خاصة أن قطر تطمح للنهوض بصناعة السياحة وجذب أكثر من 7 ملايين سائح في سنة 2030.
الجانب الثالث اللي تركز عليه الاستراتيجية هي الترويج والتسويق للوجهة السياحية. قطر كوجهة سياحية تختلف عن وجهات سياحية في المنطقة ولها نمط معين يختلف عن الوجهات السياحية الأخرى، ولذلك ستكون هناك مشاريع معينة للترويج والتسويق للوجهة السياحية. الجانب الرابع اللي تركز عليه الاستراتيجية هو تطوير الكوادر البشرية في القطاع. حاليا يعمل في قطاع السياحة في دولة قطر حوالي 20,000 عامل، في سنة 2030 متوقعين 127,000 في هذا القطاع، لذلك تطوير الموارد البشرية في هذا الجانب جدا مهم. ختاما، تطوير المؤسسة القائمة على صناعة السياحة في دولة قطر. نحن بحاجة لتطوير الهيئة العامة للسياحة عن طريق تطوير خدماتها، تطوير الموارد البشرية فيها والكوادر البشرية فيها، وهذا برنامج أوردي بدأنا فيه سنة 2013. أعزائي المشاهدين، ما زالت حلقتكم من عين على قطر مستمرة، نتابع في قسمها الثاني إضاءة على راف الخدمات الإنسانية في العام 2013، وكذلك أيضا قراءة في اتجاهات بورصة قطر خلال المرحلة المقبلة في ظل هذه الفورة التي يشهدها مؤشرها العام. لا تبتعدوا كثيرا، ابقوا معنا.